السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدي بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي حيدر، بال2004 توفى والدي، ومن توفى والدي أني ما ظلت العيشة نهائيا. كنت تعبان وتخبط بيه الدنيا، وكنت أقضي كل الوقت بالمقبرة وآكل وأشرب من الناس اللي تجي تزور الأموات. وكان والدي مدفون بمقبرة وادي السلام بالنجف، وماكو بينا واحد ما يعرف مقبرة وادي السلام. المهم بنهاية الحلقة راح أخليلكم فوق بحرف الآي حلقة عن مقبرة وادي السلام ثاني، وهاي القصة حدثت بنفس المقبرة. المهم بعد ما توفى والدي ظليت أني بالمقبرة لغاية ما اعتمدت على نفسي وقمت أشتغل بداخل المقبرة. وهسه أنتو عرفتوا شنو شغلتي أكيد، يا أما أغسل أموات يا أما أدفن. فأنا كنت أشتغل يعني كل الشغلات، أحيانا أغسل وياهم مساعدهم، أحيانا أكفن، أحيانا أحفر الأرض، أحيانا أدفن الناس اللي تموت. المهم فالمقبرة كانت على شكل فتحات. المهم فعدى وقت طويل جدا وانا اشتغل بالمقبرة لغاية ما حبيت الشغل، لان الشغل كان بقرب والدي. فكنت يعني باليوم 2 3 ادفن احتمال اكثر. اللي صار بذاك الوقت كان العراق طائفية قوية وناس هواي تموت، ويومية تجي جنائز للمقبرة. المهم بأحد الأيام تقريبا بال2008 بهالحدود 2007 اجت دورية مع الشرطة، وبذاك الوقت الشرطة كانوا يعني مو هالقد فعالين، يعني مو هالقد شرطة قوية أو دولة مبنية صح. كانت فد مرة، لأن الوضعية كانت فلتان بالعراق، اجت دورية مع الشرطة يعني سيارة ولونها أزرق، ونزلوا من عندها جنود 2 وضابط. وصاحبي الضابط وقال لي تعال، قال لي هاي الجثة أخذها وادفنها. قلت له سيدي شلون أدفنها ولا وياها شهادة وفاة ولا أي شيء؟ ناظر بوجهي وقال لي أخذها وادفنها، ما عندنا مجال. ما أعرف، لقيناها على جانب الطريق وديناها للمستشفى، والمستشفى رفضت تستلمها، خمون عوفها تاكلها الكلاب وكلمة زايدة ما أريد من عندك. ظليت واقف ومنبهر. الجنود نزلوا الجثة وحطوها قدامي وغادر، وما كنت اعرف هاي الجثة مال من، مال مرأة مال ولد مال بنت. المهم وقفت مقابل الجثة وكانوا حاطيها بكيس اسود من هذا اللي بيه سحاب وينسد من يحطون بيه الشخص الميت. هذا الكيس كان من جلد واسود وما كانت مبينة مال من. انا طبعا ما اخاف لان اتعامل ويا الاموات، لكن ما راح اقدر وحدي بذاك الوقت. حتى قبر جاهز ماكو، وما اعرف هاي الجثة ايش راح اسوي لها، ومال من، وشو راح اخليها، وين راح اوديها. المهم فكان اكو رجال هناك دائما يساعدني، فرحت علي لقيته ما موجود، وما كان اكو احد موجود. حتى التفت يميني ويساري حتى يجي احد يساعدني، لكن ماكو. رجعت يم الجثة وشلتها بصعوبة، لكن لما شلتها حسيت انه هاي الجثة مال ابنية يعني او مرة، لان حسيت بتفاصيل جسمها واني رافعها. اللي صار هنا انا وديتها للمكان اللي غسلون بيه الموتى وخليتها، وفتحت الكيس وطلع وجهها. كانت بنية لكن وجهها ابيض بياض قوي جدا، شايفين لما واحد ينسحب الدم من عنده، كانت بيضة لدرجة مو طبيعية. وطبعا أنا متعود بكل جثة تجي يمنا أو حتى إذا كان أكو أحد أقرأ قرآن أسمي. هالمرة نسيت تماما لأن وحدي، وبدأ الشيطان يوسوس لي. طبعا الميت لحرمته ولازم تستحي منه، وهاي مرة وما يصيراني أغسلها. فكانت هي محطوطة بكيس وما راح أقدر أدفنها بكيسها. بدأ الشيطان يوسوس إلي ولا عدنا مكان نحفظ به الأموات، وخفت الجثة ذا بقت ثاني يوم تتعفن. فما كانت أكو حتى مرة حتى أقول لها تعالي غسليها وشفنيها.
قفتها وطلعت، ويوم اللي طلعت كان الوسواس براسي، وكنت اسمع صوت يقول لي افتحها، افتح الكيس كامل وشوفها، هاي حلوة راح تحس بيها، جسمها بعد طري ما ميت صار هواي، كان يتلاعب بيه الشيطان بصورة مو طبيعية. سبحان الله بذاك الوقت نسيت ذكر رب العالمين نهائيا، اتغلب علي ودخلت ونزلت القماش، ويوم اللي نزلتها ظهر المعالم جسمها، البنية كانت مو عارية، كانت لابسة ثوب. المهم وخرت الكيس عنها وكانت لابسة ثوب طويل، فأنا بديت أرفع بالثوب، ويوم اللي شوية رفع وبدت رجليها يعني تظهر مسكتني من نيدي، ويوم اللي مسكتني طبعا أنا هسه شعر جسمي وقف، ويوم اللي مسكتني من نيدي افترت وناظرت بوجهي، وكانت عيونها مغمضة، والنوب لما انفتحت كان عيونها ملونة زراق، لونه مو قوي لكن زراق شفاف. فلما شفتها هيجي ما اعرف اللي صار بيه، صارت عندي قشعريرة، وبنفس الوقت قمت ما اقدر انطق ولا اسوي اي حاجة، وعصرت ايدي بقوة حيل، وبعدها هزت ايدها او دفعتني وانا رجعت لي ورا وسقطت. المشكلة مو هنا، كانت هاي البنية ممددة، هالمرة صارت على شكل قرفصة والهدوم صار مبين رجليه، أخاف هاي البنية عايشة. المهم قمت بسرعة وعفت المغسل وتندمت على اللي سويته، وكنت أرتجف وخايف ومرتعب. اللي صار هنا مباشرة قمت أفتر مثل المجنون بين القبور، أدور أحد يجي ويساعدني على المصيبة اللي عندي، فرحت المكان بعيد ولقيت أحد، وهو هم يشتغل مثلي دفان، ما كانت عندي علاقة بيه نهائيا، قلت له صار وياي كذا وكذا تعال الحقلي. المهم اجى وياي ورجعنا نركض، دخلنا لقيت البنية محطوطة بنفس الكيس ومسدود عليه، شنو اللي حصل ما ادري، شنو اللي صار ما اعرف. سألني على البنية قلت له ما ادري رموها الشرطة، قال لي الدورية تعرفهم، الدورية انطوك حاجة انطوك، قلت له ما انطوني ايش، قال خلاص هاي مصيبة بلي تعال خل ندفنها، عندك قبر حفرة لو لا؟ قلت له لا، قال لي انا عندي واحد محفور، امشي خلينا نوديها لان اذا حفرنا راح نتأخر اكثر والدنيا اللي صارت. المهم فاللي سويته اني مباشرة حملتها وبديت امشي، وهو هم ساعدني بحملها، وانا حاملها كان هو من يم الرجلين، وانا كنت لازم من يم الراس، وكنا حاطيها على شتوفنا بهالشكل ونمشي، كنت احس انه نفسها يصعد وينزل، قلت له هاي جاي تتنفس. طبعا هو لما قلت له هيج ارتعب وصرخ وقال لي انت جاي تسوي، انت ترى جاي ترعبني وتخوفني، ساعد قل لي تنفست، ساعد قل لي اتكلمت، والصدق انا كنت اسمعها. المهم نزل الجثة على الارض وفتحها، ناظر بيها لقاها ميتة. المهم فحط اصابعه هنا بهذا الشكل حتى يشوف النبض مال قلبها، ولقاها ميتة فعلا، شنو اللي جاي يصير وياي ما ادري. المهم رحنا وقال يلا خلينا نكفنها، قلت له ما يصير وكذا، قال لي ايش ما يصير، لا شلون نعوفها. المهم كفناها شلون ما كان، نزلناها بالارض وحطيناها، وبعدها كتبنا على القبر مجهول لان ما كنا نعرفها. المهم كتبنا عليها يعني مجهول، وجدت بتاريخ خلقت حتى اذا بعدين احد سأل على بنية او كذا يجون ويلقوها. وطبعا مقبرة النجف هواية اكو عالم اندفنت بيها مجهولة الهوية وما حد يعرفهم، اللهم نسألك حسن الخاتمة. المهم اللي صار هنا بعد ما دفناها بالارض انا حتى نفسيتي ارتاحت، شكرت من عنده وقلت له انت تطلبني فضل، ويوم من الايام لازم ارجعه لك، عفته وغادرت ورجعت المكاني، وقعدت يم قبر والدي بالليل، وكنت احس بالامان لما اقعد يمه، وانا جاي ابكي واشكي حسيت اكو حركه وراي، التفتت وما لقيت احد، وبعد شفت احد خطف من قدامي لما رجعت، عرفت انه انا صار الي حاجه والعياذ بالله، وهي اكيد من جن. المهم رحت وقعدت بالغرفه،
كانت عندي مثل الغرفة صغيرة، دخلت بيها وقعدت واني ارتجف وخايف وادعي واقول يا رب انا ما سويت شي، يا رب سامحني كذا كذا. قمت اريد اصلي ما قدرت، كان اكو احد يشتتني، او بالاحرى انا كنت ما اقدر اصلي، يعني واقف كل ما اريد اقرا الاية اغلط بيها عدة مرات، واخير شي عفت الصلاة وقلت خلي اقوم احاول انام. نمت ومددت وحاولت انام وما قدرت، انقلب يمين ويسار لغاية ما اندقت علي الباب مال الغرفة وجفلت وقلت هذا منو اللي جاني؟ صحت منو وش رايد؟ جاوبني الشخص اللي اجى ساعدني، قال لي اني افتح الباب جايب لك اكل. فتحت الباب له وما لقيت احد، كان بس الصوت مالته اللي يتكلم وياي. سديت الباب مباشرة ودخلت وظليت قاعد لحد ما تعبت ونمت. نمت وقعدت الصبح وهنا جوي ناس اعرفهم يشتغلون وياي وكذا، وسولفت لهم على اللي صار ودليتهم بالقبر وحلفت وقسمت، قالوا اكيد جن، بس ما سولفت لهم لما انا طمعت بيها وردت اشوف جسده. ومثل ما اقول لكم ترى الميت الى حرمته وما يصير تتعدى عليه. المهم ما سولفت لهم هيك وقالوا الحمد لله الله حفظك، وبعد لا تسوي هيك شي، وحتى اذا الشرطة جابوا جثة لا تتورط بيها ولا تستلمها ولا كذا وما تعرف. وبدأوا يسولفوا لي عدة أشياء، حتى واحد من عندهم سولف قال مرة من المرات جابوا جثة مال واحد وطلع ساحر، ويوم اللي دفنتها انقلبت حياتي، وظليت سنة ونص تقريبا أنا أتعالج يم الناس اللي تقرأ بالقرآن. يلا قدرت أتخلص. جماعته كانوا يريدون يقتلوني ويقولون هذا ما يندفن، هذا المفروض تحرقوه حرق. الجن اللي بداخلي كان يتكلم هذا الكلام. المهم انا بعد ما سمعت هاي القصص مال الجن وصاير بالمقبرة، الصراحة انا ارتعبت وخفت، واني اعرف انه المقبرة هي امن مكان لان والدي مدفون به، وانا كنت اشعر بالامان لما يكون والدي بجانبي. وبعدها تقريبا بيومين فقط قعدت على الساعة 3، صدري يوجعني واكتئاب عندي، واني لما كانت تصير بي هاي الحالة مباشرة اروح يم القبر مال والدي. رحت يم القبر مال والدي ولقيت بنية واقفة يم القبر، قالت انا اللي سويت بيك هيجي وانا اللي اريدك تجي. وردت ابكي من الخوف والرعب، لان البنية اللي شفتها هي نفسها البنية اللي دفناها. طبعا هنا انا ما اعرف اللي صار بيا، قمت ما اقدر يعني اتحرك. المهم سويت نفسي انه اني ما خايف، لكن الدموع تنزل من عيني لا اراديا. افتريت وانطيتها ظهري بجزء من الثانية، صارت بصفي وحطت ايدها على كتفي وقالت شبيك خايف؟ انت اصلا تريد تشوف جسمي واني عارية تماما وهسه اني قدامك. المهم كنت ما اريد اباوع بوجهها خايف، كانت هي بصفي وجاي اشوف يعني بجزء من عدها. اللي حصل هنا مباشرة شفتها انه هي عارية لكن بطارف عيني، يوم ناظرت عليها لا كانت لابسة ثوب، ظلت تمشي وياي وشنت هاني ما اقدر امشي، يعني هي اللي جاي تمشيني والسوق بي لغاية ما ودتني للغرفة. ودخلتني للغرفة ووقفت، قالت شنو اللي يدفعك انه تناظر علي واني ميتة؟ وكنت انا ما اعرف اجاوب ومختنق، وقالت لي جاوب ولا تخاف، وكانت هي تحكي بكل هدوء وطبيعي. قلت لها ما ادري وانا غلطت، بس انت شلون طلعت من القبر؟ قالت اصلا انتو ما دفنتوني، لان اللي دفنتوها بس جسد، انا هسه جنية وقدامك وانا ماخذة شكلها. كانت تشبهها تماما من ما عدا فرق واحد، وهذا لاحظته بعدين بيه، والفرق هو عيونها كان لونهن ازرق قوي، يعني لما تصير بظلمة يصيرن بشكل اسود، وكان يعني اللي بداخلهن السواد كبير ومتوسع. المهم قلت لها لا تأذيني وانا ما سويت اي شيء. قالت انا ما جاية اذيك، بالعكس انا حبيتك وعشقتك. ظلت وياي بالغرفة، وبذاك اليوم ما قدرت اسوي لها حاجة، وبدت تظهر عندي عدة ليالي، وكانت كل ما تجي تقول لي لا تقول لأحد أنا ظهرت لك، ترى بعدين تخسرني وبعد ما تشوفني، وبنفس الوقت راح أنت تتأذى. كنت خايف من الاثنين، كنت خايف إنه أنا أخسرها لأن كانت حلوة
وكنت بعد اكو شغلة ثانية، كنت اخاف صدق تأذيني لان هي جنية. اللي صار هنا استمرت تجيني يعني بشكل يومي تقريبا، ودائما تجيني بالليل. واكو شغلة ما سولفت لكم بيها، لما كنت قبل يعني اظل يوم والدي بالمقبرة، كان بين فترة وفترة اشوف حلم والدي جميل. مرتين شفت بيه احلام بشعة جدا، مرة شفته يتعذب والعذاب مالته بسببي ما اعرف ليش، وكنت اشوف ناس تضربه بزناجيل قوية، ومرة شفته انه هو غرقان وكل ما يمد ايده الي حتى اني اطلعه ما اقدر يفلت من ايدي ويروح، ويجي واحد وراي ويقول لي انت السبب وانت اللي سويت هذا الشي. كنت اشوف هيك احلام وما اعرف اذا كان اكو ربط باللي جاي يصير وياي من الجن بهاي الاحلام. المهم وكنت اني هم اشتغل شغلة ثانية بالمقبرة، وهي باوقات الفراغ اذا ما عندي شي خاصة العصريات افتر بين القبور واشوف اذا كان قبر يمه محفور جديد شي، اعرف انه هذا المكان بسحر، وكل الناس بالعراق تعرف انه اكو ناس تدخل للمقبرة تخلي سحر، والجن دائما يحبون مكان المقبرة لما تخلي بيه سحر لان ما حد راح يلقاه بسهولة، وبنفس الوقت انت تنتهك حرمة شخص ميت، وانتهاك حرمة الميت شي حرام جدا، وبنفس الوقت السحر ما راح تلقاه اذا دفنته يم شخص ميت. وبعد انطيكم مثال ثاني، يعني هسه ليش الساحر ما يخلي ببيت مال شخص؟ اكيد مثلا اذا اكو بيت وبي ناس ما راح يقدر يدخل للبيت بسهولة ويتسلل، لكن المقبرة راح يقدر يروح ويدفن بيه. المهم فانا كنت ادور الناس اللي حاطة سحر اللي حاطة كذا، هذا الشي قمت ما اسوي وهي مكيفة، هي اللي كانت تمنعني لان كنت دائما اسولف وياها بامور السحر وغيرها، تقول ذولا كلهم يشتغلون عندنا، يعني كانت تقصد ان ذولا السحرة مو هم اللي يسيرونه، احنا اللي نسيرهم واحنا اللي نقضي لهم حاجاتهم. المهم ظلت وياي فترة لغاية ما اني الصراحة انحرفت انحراف تام عن الدين، وكانت لاهيتني بلهو مو طبيعي. يعني بداية الامر لما كان يجي براسي يعني مثلا قرآن او شي كنت ما اقراه، هي مباشرة تحضر وكانت موجودة وياي بكل وقت، وكانوا كل ما يجيبون جنازة للمكان واني اتقرب عليها تبدي تقول لي، خاصة اذا كانت جنازة مال المرأة. الجنائز مال المرأة احنا ما يعني نطالع عليها او شي، لكن هي كانت تقول لي انه كذا انه كذا. الصراحة كانت تأمرني انه اني اطلع الجثث وانبش القبور، وخاصة الجثث مال البنات، واقيم وياهن علاقة وهم اموات، وهذا الشي بشع. كانت نفسيتي ما تتقبل ابد، وهي هم كانت تضغط علي، وصرت ما اخاف من عدها نهائيا، وقمت ما اشتغل 24 ساعة موجود بالغرفة وهي تجي يمي، واحيانا اطلع الصبح اروح للاماكن الثانية اللي يدفنون بيها، وكنت يعني ما احضر جنازة او شي، يعني الناس من تدفن ويسوون المراسم يقرون قرآن او شي انا اوقف واظل بقلبي اسيب والعن ما اعرف ايش بيه. هي اللي كانت تقول لي سوي هيج، وبنفس الوقت قمت اكره الناس الاحياء والأموات، كرهت الدنيا وحتى نفسيتي كرهتها، لغاية ما يوم من الأيام أكو شخص يجي علي بين فترة وفترة، بدأ يحس بي أنه أنا متغير وأني مو على طبعي، سألني وقال لي شبيك؟ قلت له ما أدري، وتفاجأ لمن لقاني ما عندي قرآن بالمكان، معروفة المقبرة تخوف بيها جن، فقال لي القرآن وين وديته؟ بالبداية قلت له ما أدري بيه، وهو شك بالأمر، ما معقولة ما حد يقدر يبوق مصحف نهائيا. المهم ظل يلح ويقول لي وين وديته وين كذا. المهم قمت اصيح عليه وقلت له ما اعرف بيجي، يقول لك ما اعرف، طبيت للغرفه وما لقيته. المهم كان يقول لي خلاص انا باكر اجيب لك واحد. قلت له انت ايش رايد مني وش عندك يوميه جاي؟ هذا كان يشتغل بمكان ثاني ويجي يمي يعني يدور رزق احيانا. المهم وانا قمت اصيح عليه تركني وطلع، ورجع ورا تقريبا ساعتين هو ويا أربعة، كل واحد يعني صاير جسمه مربع، كلهم حفارين وحتى أجسامهم بيها عضلات من هالقد ما يحفرون قبور، وكان يقول لي ليش جاي يصيح علي ذيك الساعة؟
اختلف علي وجاب جماعته واجي ضربوني ضرب مبرح بذاك الوقت، واخر شي كان يقول لي انت اكيد ممسوس وبيك جن، وقادوني وطلعوني واخذوني المكان ثاني، وبدوا يقرون علي قران وهم لا رقات ولا اشي، وكانوا يضربون بي ضرب وقولهم عمي يعني مو ممسوس، هدوني تشلبوا وقالوا الا نطلع الجن البيك وربطوني. المهم وظليت الثاني يوم مربوط، وهم كل ساعة يجون يضربون بيه ويقولون نريد نطلع الجني البيك، وما نقذني من عندهم غير واحد اسمه ابو علي الصبح، لما نجي قلت له بشاربك تعال خلصني، ذولا يقولوا لي انت ممسوس. المهم قبل لا يفتح ايديه اجوا وقالوا له اتركه لا تفتح، المهم قالوا له هيج وضعيته وكذا وكذا وكذا، سولفوا له عني، سألني قال لي احكي لي شنو اللي صار وياك وهذا واني اهدك، والله ما اهدك، وقام يحلف ويقسم وقال لي تدري وضعية العراق تعبان، يعني هسه اذا انت متت او شي تندفن هنا وما حد يدري فيك. انا ما سويت وياهم اي حاجة لكن هم جاي يتكلمون جد. بعدها قلت له اسمع لا ما صار الكلام، ترى اذا ما هديتوني وسويتوا لي حاجة ترى اخلي الجن اللي عندي يأذوكم. صفنوا بوجهه وقالوا خلاص انت اعترفت، يعني انت عندك جن وانت تساعد السحر اللي موجودين هنا، واحنا طول النهار ندور السحر وندور هذا وانت جاي تساعد السحرة؟ قلت لهم لا مو بهيج، وبديت احكي لهم بعدها، يعني كان كلام وياهم حاد وخشن بس هم اخذوه انه انا ما عندي شي وفارة ومجرد انه انا متلبسني جن، وعرفوا مو انا اللي جاي اتكلم. المهم فتحوا ايدي وودوني الشخص بالنجف وقرأ علي قرآن وقدر يطلع الجنية اللي كانت متلبستني حبتني لما أني سويت هذا الفعل ووسوس لي الشيطان. المقابر بيها جن والمقابر مرعبة، ومثل ما قلت لكم ببداية الفيديو راح أخلي لكم فيديو ثاني حدث بالمقبرة مال وادي السلام، لكن ذاك الفيديو مرعب جدا، يعني إذا أنت ردت تسمعه لا تسمعه وحدك. ولهنا أنا وتنتهي قصتنا اليوم. إذا عجبتك دعمني بلايك، اشترك لي بالقناة، فعل زر الجرس، وانتظرني غدا قصة جديدة إن شاء الله.